بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله نحاول أننا نتكلم على واحد النبتة اللي يعني مجموعة الخبراء والعلماء وناس تكلموا عليها. هذه النبتة هذه هي نبتة الحريقة أو القريص، اللي بالفرنسية هي لوغتي، والاسم العلمي ديالها هي اورتيكا ديويكا، لا فامي دي اورتيكاسي. هي تسمت بيان سور اورتيكا لانه باللاتينيه فعل اورو، فهي بغولي او حرق، وبالتالي تتحرق الجلد، هكاك باش سموها الحريه. ربما كلكم كتعرفوا نبته الحريه هي هذه هي نبته الحريه. فيها نوعان اللي معروفين هنا في المغرب، كاين الحريقه الحرشه، تتكون الورق ديالها طوال، وكتكون يعني حتى لافي ديالها فيها هادو خارجين بزاف وكتطول بزاف. وكاينه خلاص الحريقه الرطبه ولا اللي ماشي حرشه، هي هادي. دونك الحريقه فاش تبغي انك تقرب لها، تيكونوا فيها واحد دي بوال اورتيكونت ولا دي فيزيكول اورتيكونت، اللي تيكونوا فيهم الاستامين، السيليس، لاسيتيل كولين اي لا سيروتونين. الاستامين كيف ما تنعرفوا هي اللي كدير الحساسيه، وبالتالي تدير داك الاورتيكار كي بحال الحكه، بل انها تدير وتتنبل الحمض ديالنا كيتنبل. دونك لا بلوبار لي تيديرو لا كويت ديال الحريقه تيديرو الليغات، والناس اللي انهم ولفوها كل نهار تتكم تياخذوا المناعه ديالها، ما تيعاودوش انهم يحسوا بداك الحكان ديالها. ولكن بعض الناس تيقولك الا بغيتي تحيد الحريقه، حاول انك فاش تقطعها من جهه لي بورجون، من هنا كتقطعها، وحاول انك فاش تقطع مثلا لي الوراق لي في ديما من الظهر ديالها، يعني ماشي من القدام، ماشي في هاد لابارتي هادي، لان لابارتي الخضراء بزاف هي اللي تيكونوا فيها دوك لي بوال، اما في الظهر ديالها ما فيهاش. دونك تقطعها مثلا هكا، وكاين اللي تياكلها اصلا، تياكل الورقه يعني تيحاول انه يطويها هكا، لي بوال تيجيو لداخلين تيدير لهم واحد لا بريسيون بحال هكا، فاش يضغط عليهم تيطرطقوا، حيت هما تيكون عندهم واحد الرويس من الفوق هو اللي كيطرطق باش يطلق هذاك الاستامين والسيليس وداكشي. دونك فاش تنزيروها بحال هكا، ديك الساعه ما عندك مناش تخاف، يمكن لك تاكلها غير بحال هكا. المذاق ديالها مذاق مزيان، ما دارش تحس بلا كلوروفيل شي شويه، ولكن زوين في المذاق. هادو بالنسبه للناس اللي تيبغيو ياكلوها كرو، تدار هي في لي سوب مثلا، مع تدار مع البصله مع بطاطا، تجي سوب زويونه. كاين اللي تيديرها في لي كيش، كاين اللي تيديرها مثلا، انا كنديرها كل نهار تنديرها عصير مع تفاحه وليمونه، وتقريبا واحد ثلاثه ديال بحال ولا جوج بحال هادو ولا ثلاثه، تناخذ لي في وخلاص نديرو في مولينيكس، ويمكن لك تشربها بحال هكا، تجي لذيذه. غالب عليها شويه المذاق ديال التفاح، ولكن لذيذه منعشه. دابا غادي نحاولوا اننا نتكلموا على النبته ديال الحريقه ولوغتي، شنو فيها. ماشي كأي نبتة عادية، بل نبتة الحريقة ولوغتي فهي نبتة عجيبة، حيرت مجموعة ديال يعني الناس، حيرتهم. ما نهضروش على العلماء، لأنهم بالعكس يحاولوا أنهم يصغروا منها ويبعدوها باش ما يبانوش المنافع ديالها. ولكن النبتة ديال الحريقة والعشبة الحريقة فيها دي مينيرو، فيها دي زوليغو اليمون، فيها دي فيتامين، فيها دي زونزيم، فيها دي زاسيد اميني
يعني اي حاجة كيحتاجها الجسم كتلقاها في الحرية، بل هما يعني بعض الناس يعني تيقول لك كيفاش ان الحرية هي النبتة الوحيدة اللي لقاو فيها هذوك 34 مينيرو او معادن او ديزوليغو اليمو اللي كاينين في التراب في لي سول، لقاوهم في النبتة الحرية. من بينهم بيان سور تلقاو المانغانيز، الصوديوم، النحاس، لو سوفر، اليود، الكروم، لو فير، البور، السيلينيوم، الكالسيوم، الزنك، المغنيسيوم، البوتاسيوم. هادو كاملين تلقاهم في النبتة ديال الحرية. كاين بيان سور اللي تلقاه بنسبة كبيرة بزاف، وكاين اللي تلقاهم دي تخاص. مثلا الحديد كاين بنسبة كبيرة، يعني 3 فوا بلوس كو داكشي اللي تلقاه في السبانخ. المغنيسيوم نسبة كبيرة، السيليس نسبة كبيرة، الكالسيوم 5 المرات داكشي اللي غادي نلقاوه في الحليب تلقاوه في النبتة ديال الحرية. شنو كاين كذلك في النبتة ديال الحرية؟ النبتة ديال الحرية فيها 8 ديال، فيها هي تقريبا 18 اسيد اميني، ولكن فيها 8 ديال لي اسيد اميني اسونسي اللي كيحتاجهم الجسم. من بين هاد 8 ديال لي اسيد اميني لربما تعرفوهم، عندنا ليزولوسين. ليزولوسين هو اللي تيدير لا سينتيز ديال لي بروتيين اللي تيحتاجهم الجسم، كيدير لنا مثلا تيدير لنا الجلوكوز، وتيدير لنا كذلك لي كور سيتونيك ا بارتير دو لاسيتيل كوا. هادو ضروريين تتحتاجهم لا سيلول باش كتغدى. فيه كذلك لالوسين. لالوسين حنا تنعرفوه الناس اللي تيديروا الحديد وداكشي الا بغاو لا ماس موسكولير تيديروا لي زاسيد اميني. اللوسين فيها لا ليزين، فيها الميثيونين، فيها لا فينيل الاني الفينيل الانين، فيها التريونين، فيها تريبتوفان، وفيها الفالين. دونك لو كور تحتاج 9 ديال لي زاسيد اميني، حنا في الحريه تلقاو 8 كاملين فيها، وبدي كونسونطراسيون مزيانين اللي يحتاجهم الجسم. شنو كنلقاو كذلك في الحريه؟ الحريه تلقاو فيها واحد لونزيم ضروري للجسم اللي هو لا كولين اسيتيل ترانسفيراز اللي كيدخل حتى في لا كونستيتيون ديال الادين. لي فيتامين خلاص، عندنا لي كاريتوني لي كاروتينويد اللي هما برو فيتامين ا، سو سون دي زونتي اوكسيدون. عندنا لاسيد فوليك اللي هو الفيتامين بي 9. عندنا قلنا الفيتامين سي اللي 7 المرات اكثر من داكشي اللي لقاوه في الليمون لي زاغروم. عندنا الفيتامين او، عندنا دوتغ فيتامين تيقولك يعني بواحد النسبة ما كبيرهش بزاف، مثلا فيتامين بي 1 اللي هو التيامين، لا فيتامين بي 2 ريبوفلافين، لا فيتامين بي 3 او البي او البي بي، لا فيتامين بي 5، فيتامين بي 6، فيتامين تي، والفيتامين كا. هادو كاملين كنلقاو، هاد لي فيتامين كاملين كنلقاوهم في الحريه. شنو كذلك غادي نلقاو في الحريه؟ الحريه فيها لي فلافونويد. لي فلافونويد فيها الكويرسيتي الكويرسيتين، وفيها السكريتين. هاد لي دو هادو يعني دي فلافونويد دي زونتي اوكسيدون ضروريين للجسم. شنو اخر عندنا في الحريه؟ الحريه فيها كذلك في هذوك اللي كنا لي فيزيكول كورتيكون، فيها الهيستامين، وفيها ال قلنا لا سيروتونين. لا سيروتونين سي تان نورو ترانسميتور ولا ان ميساجي شيميك ديال لو سيستيم نيرف سنترال. فيها كذلك لاسيتيل كولين، فيها لاسيد فورميك او لاسيد ميتانويك اللي كنلقاوه مثلا في النحل ولا في لي فورمياك باش تسمى لاسيد فورميك. وهذا علاش كيتحتاج بطبيعه الحال؟ كيتحتاج كومان اونتي انفلاماتوار بالنسبه لي روماتيزم، يعني تيدار للمفاصل. وبزاف الناس اللي استعملوا الحريقه ولقاو
يعني الحمد لله لقاو يعني تحسن كبير بارابور داكشي اللي كان عندهم. دونك الحريقة قلنا فيها لي مينيرو لي زوليغو اليمون، فيها لي اسيد اميني، فيها لي فيتامين، فيها لي زونزيم، هادو كاملين. ولكن علاش كتصلح كذلك من غير انها فيها لي زابور نوتريسيونيل اللي كيحتاجها الجسم كاملين؟ سي ان ديوريتيك. ديوريتيك يعني تيساعد التبول باش انه تيخرج لي توكسين اللي عندنا في الجسم. سي ان انتي انفلاماتوار، سي ان انتي هيستامينيك لانه تيدار لا غينيت اليرجيك، سي تيدار كذلك لا بروستاتيت الا كان عندنا اون انفيكسيون دي بروستات بينين، يعني ماشي ان كونسير. كيدار لاكني الحبوب الوجه، كيدار لي زافت بلوس لي جانجيفيت او لي انفلاماسيون ديال اللحم اللي عندنا في السنان. بون كنشوفو كيفاش ان الحريقه فيها يعني منافع كثيره وصالحه للجسم باش انك تكون بصحه جيده، والحمد لله كنلقاوها بارتو. حتى انه لو انه بنادم كاع الى قطعها وجابها لنا غادي تكون بواحد الثمن يعني رخيص، واخا ما تيستعملوهاش الناس. دونك هادو بعض الاشياء اللي كاينين في الحريقه هضرنا عليهم، وان شاء الله في الحلقات القادمه نتكلموا على اعشاب ونباتات اخرين ان شاء الله اللي صالحين. وشكرا والى اللقاء وتحياتي.